من يقف خلف لاعبان خلف هذه الكره ليس عبد السلام بن شلون بكل تاكيد، بينما عبد العالي المحمدي يثبت الجدار في المكان المناسب لان اللقطه خطيره والهجمه قد تاتي بها الجديد. نعم، من يقف؟ هل هو تسولي؟ هل هو دريشاغور؟ من صاد الركله الحره؟ عز الدين بعلى في عمليه التمويل، عموما تنفذ هذه الضربه الحره. الضربة الحرة داخل منطقة الجزاء، فرصة جول! سيسدد امام الحارس عبد العالي المحمدي، وجه لوجه من يتفوق على من. اذا مهمه جدا الضربه الاولى بالنسبه لبريغل او لعبد العالي المحمدي. رشيد بريغل يطلق الاشاره، يتقدم بريغل يضيع. يستحق لقب كيف ما كان الحال، هذا ليس حياز، ولكن ما قدمه الشعواني في الفترة الماضية كمدرب وخاصة مع بركان يستحق أن يكافأ. النمساوي الآن في أول ضربة جزاء لفريق النهضة البركانية، مع احترام كذلك لحسن أغني، وتحدث بما يكفي عن حسن أغني وعن أحقيته في أن يكون في الدوري الممتاز مع واحد من الأندية لمنا الكبيرة، لمنا. إذن سنتابع الضربة الأولى لفريق النهضة البركانية. عمر النمساوي يسعد للتنفيذ أمام حمياني. نمساوي يتقدم، النمساوي يضيع كذلك. ركزوا على الشعواني في حال حسم بركان، ركزوا على الشعواني كيف ستكون ردة فعله. حسن أغري هذه كعادته. إذن أفصال يسعد لتنفيذ الركلة، أفصال يسجل بطريقة راية. البركانية بعد أفصال على من الدور
التنفيذ ركله جزاء ثانيه لفريق النادي البركاني. ابتسامه لاغني حمدي العشير يصعد التنفيذ العشير يتقدم يسجل يسجل حمدي العشير يسدد ركله الجزاء. اذا 1-1 الثالثة لفريق الوداد. الفاسي مشاهدينا الكرام نكوندو ونكوندو الآن يتقدم. نظراته فيها شك ونظراته مريبة، حالة شك ربما بالنسبة لنكوندو. يتقدم نكوندو يتقدم صم. غضب المدرب حسن أغني، لماذا سددت بهذه الطريقة؟ ولكن يا حسن يا أغني كان واضح على اللاعب بأنه يعني شاكك في نفسه وفي إمكانية التسجيل. بينما ركلة الجزاء الثالثة لفريق النهضة البركانية تسدد. نعم إسماعيل مقدم يسجل، مقدم يضع الركلة الرابعة لفريق الوداد الفاسي. مشاهدينا الكرام سيدريك التنفيذ يا سيدريك الان الرابعة لفريق الوداد الفاسي في هذه اللحظات. يتقدم ضيع سيدريك. هل يؤدي اللقب للبراكنة من خلال هذه الركلة؟ فكر الهلالي في لحظة تاريخية، في لحظة تاريخية للبرتغالي. برتقالة حلوة سكر على البراكنة، كم هي مرة على الواف. بكر الهلالي السعيد لتنفيذ ركلة الجزاء قد تكون الأخيرة يا سمير يا القزاز. التاريخ يكتب هنا في الرباط. البراكنة قريبون والكاس قريبة، هناك تنادي البرتقالي بكر. يا بكر استعجل فيها. عبد السلام بالجنون يتقدم يسجل. يعطى الكبير ولو ان فوزي لقجع حاول ان يخفي ذلك الضغط.